فادي بكاء من شركة تانساي تيونينج أبو ظبي. اليوم معنا سيارة سبيشال. السيارة هذه هي نيسان جي تي آر R32. هذه R32 أوريجينال جي تي آر، لسه رايت هاند درايف، سواء أنا قاعد في المكان الغلط بالسيارة. السيارة هذه سيارة is beautifully restored، جاتنا من صديقنا العزيز لطفي عاشور اللي هي شركة كاربون سيجنال. طبعا لطفي مشهور في عالم النيسان و 350Z و 370Z، وحاليا بيمتلك السيارة الجميلة هذه R32. طبعا اللي عملناه بالضبط انه استبدلنا الستوك ECU بLINK Xtreme Wire-in ECU، وتعيرت السيارة بالكامل، Closed Loop Boost Control، Closed Loop Lambda، أضفنا عليها Rally Style Anti-Lag و Rolling Anti-Lag. ركبنا طبعا CANchecked داش اللي هو لطيف وبيمشي مع الثيم تبع السيارة، يعني ما كانش كثير مودرن. 52 ملي جيج. طبعا أضفنا على الـ ECU Fuel Pressure، AFR، Oil Pressure، Oil Temperature طبعا، وهاي الأشياء الأساسية اللي بتحتاج تشوفها بهيك سيارة. السيارة جدا راضين عن أدائها. طبعا الانجن هو ستوك انجن، والستوك توربوز اللي عليها، وعليها اكزوست فلترز، وعملنا ابجريد للانجكترز لاي دي 1050، وحاليا بنعمل تست درايف السياره. مبسوطين جدا بالايدلينج، بالرايد كواليتي، بالكروزنج، وان شاء الله ننبسط فيها. بنجرب مع بعض للحين شويه اوبشنز، كيف الرولينج انتي لاج وكيف سواق السياره. كان ماكسيمم